طيب خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا مع الكابتن رفيق المحمدي المدير الفني السابق لفريق النجم الساحلي والحالي لنادي شبيبة القيروان التونسي. يا كابتن رفيق أهلا بيك. السلام عليكم أستاذ أمير وجميع مستمعي الأهلي قناة الأهلي والرياضيين في مصر. اهلا بكم منور قناه الاهلي. طبعا احنا عايزين نتكلم مع حضرتك بخصوص مباراه الاهلي والنجم الساحلي وكيف ترى هذه المباراه خصوصا انت المدرب السابق لهذا الفريق. والله شوف كمباراه باش تكون مباراه بين زوز عمالقه في كره القدم الافريقيه والعربيه النجم الساحلي والاهلي المصري. شفنا نسخه اولى او شوط اول في رادس اللي والحق يقال معناتها الاهلي المصري كان واخد بهموم الامور في كامل رباعيات المقابله. في الهدف الوحيد اللي جاء في الهدف في الشوط الثاني كان هدف مستحق معناتها جميل، لكن السيطره كانت في اطراف الميدان كانت للاهلي. ان شاء الله المقابله هذه نشوفوا فيها كره قدم معناتها محترمه اللي تليق بسمعه الفريقين. فريق النجم الساحلي صحيح يمر بصعوبات معناتها اداريه وصعوبات سابقا معناتها الامور الاداريه تحسنت والحمد لله في النجم الساحلي، لكن صعوبات في النتائج اللي معناتها ماهيش في تطلعات الجمهور ولا احد النجم الساحلي، لكن ما فماش احكام مرتبطه كيف تبدا مقابله من نوع هذا في حجم الاهلي وال طيب شكل المنافسه شايفه ازاي في المجموعه دي خصوصا في ظل المنافسه الشرسه والقويه ما بين الاهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني؟ توقعاتك ايه ورؤيتك ايه لما تبقى من مباريات في هذه المجموعه؟ والله شوف على الورق بعد ما انتصر النجم الساحلي في مقابلتين متتاليه كان يوم وقبله الاهلي المصري، شاف الجميع كانوا يتصوروا النجم الساحلي باش يكون في مهمه سهله نوعا ما ضد الهلال السوداني في رادس، حصل العكس. لكن تعويضا لما اللي خسروا النجم الساحلي في رادس جاب انتصار اللي معناتها ثمين من ام درمان. اليوم نشوفوا النجم الساحلي معناتها باسبقيه نجم نقولوا من النجم يكون معناتها من المجموعه هذه يترشح مع الاهلي المصري، هذه توقعات. ما فماش ما نتصورش باش تصير مفاجاه في الفريقين اللي باش يمروا للدور. تتوقع الاهلي والنجم الساحلي يتاهلوا يعني، لكن دي لسه مع على مدار المباراتين المتبقيين لكل فريق على حسب. تفضل. طيب سامحني؟ تمام. انا عايز اسال حضرتك برضو على اهم العناصر مثلا اللي من وجهه نظر حضرتك الفنيه شايفها في الاهلي او في النجم الساحلي اللي ممكن ترجح كفه احدى الفريقين في هذه المباراه. والله استقرار في الاداء واستقرار في المجموعه اللي يستعمل فيها الاهلي المصري هي اللي بتعمل الفارق وهي اللي بتكون حاسمه امام تغيير ولا تغييرات تشكيل النجم الساحلي من مقابله لاخرى. عدم استقرار في النتيجه، لكن الفرديات في الفريقين ينجم يعملوا مفاجاه في كل في كل في كل وقت. المجموعتين النجم الساحلي ومجموعه الاهلي المصري على جميع جميع الاصعده هم الفريقين اللي مرشحين اكثر باش يكونوا معناتها ذو القيمه المتوفره وقيمه الفريقين. ما نتصورش الهلال السوداني ينجم يقف قدام الاهلي المصري والنجم الساحلي اللي عندهم لاعبين عمالقه واسمهم ما يسمح لهمش باش يكونوا خارج اطار التاهل وماهوش مسموح لهم باش يكونوا ضيوف شرف والا عابر سبيل في المسابقه هذه. هذا اللي نتصوره يعني. هزائم النجم الساحلي الاخيره في بطوله الدوري التونسي هل ممكن تاثر عليه في مباراه الاهلي المصري المقبله؟ والله شوف باش نقول لك حاجه، النتائج في البطوله في الدوري التونسي ما كانتش معناتها ما كانتش محترمه. لكن شو نقولوا احنا الحاجه اللي تطمن ولا اللي حاجه اللي تخلي المونتال تاع معناتها ذهنيا اللاعبين يكونوا معناتها حاضرين هي تاهلهم بصفه نسبه كبيره للدور المقبل من تشامبيونز ليج. جميع الفنيين يجزموا كونه بالنسبه للبطوله امر حسم
ما زلت دوري ابطال افريقيا هي اللي فيها الامل، وهذا اللي باش يخلي النجم الساحلي ما ياثرش عليه مستوى البطوله في مقابله الاهلي والا في الترشح للدور الثاني. تقييمك لجاريدو مع النجم حتى الان؟ سامحني؟ تقييمك لاخوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم حتى الان في مسيرته مع الفريق؟ والله مسيره ماهيش معناتها ناجحه ابدا معناتها بالمره. في البطوله عدت هزائم، عدت شو نقولوها عدم استقرار، لكن في الشامبيونز ليج بخلاف الهزيمه اللي تكبدها الفريق في رادس بالهلال السوداني، شاف عفي نتائجه اللي عملها في الشامبيونز ليج. طيب عايز اتكلم على البطوله بشكل عام وشكل المنافسه فيها، ابرز الفرق اللي بترشحهم للفوز باللقب ده؟ اذا نتمنى النجم الرياضي الساحلي، الاهلي المصري، والترجي التونسي يكونوا حسب ما نشوف انا يكونوا موجودين الثلاثه في الادوار المتقدمه من الشامبيونز ليج، هذا اللي برشحهم انا كفني للتربع على الكاس اللي يفوز بالبطوله. طيب اخيرا عايز اخد توقعات حضرتك لنتيجه مباراه الاهلي والنجم الساحلي، احنا طبعا نتمنى الاهلي يفوز واكيد حضرتك تتمنى النجم الساحلي، توقعاتك للمباراه، توقعاتك للنتيجه، سامعني؟ الو سامعني؟ كابتن رفيق معايا سامعني؟ الخط قطع؟ ماشي، كنا عايزين ناخد توقعاته للنتيجه والمدير طبعا الفني السابق اللي كان قبل خوان كارلوس جاريدو على طول في قياده فريق النجم الساحلي وقادهم مؤخرا قبل تولي المدير الفني الاسباني، وكنا بنتكلم معاه عن هذه المباراه ومدى اهميتها بالنسبه للفريقين، وهي اكيد مواجهه صعبه جدا لان هم فرقتين كبار جدا جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا او كبار افريقيا بشكل عام.